قولي لي يا ستي طلباتك ايه؟ عايزين يا سيدي 2-3 كيلو لحمه ضاني. اشمعنى يعني لحمه ضاني؟ عشان ابويا بيحبها. خلاص ماشي، وبعدين؟ و7 كيلو لحمه شمبر. ايه بتقولي ايه؟ ايه كل اللحمه دي يا ماما؟ واحنا عاملين حفله فيها اولاد؟ انت عارفه اللحمه بكام؟ عارفه غاليه. هنعمله ايه؟ ده عيد بيجي كل سنه مره. يعني ايه عيد يعني يا ولية؟ عشان عيد يعني تخربي بيتي اروح استلف انا ولا اشحط ولا اعمل ايه؟ ماليش فيه. انت مفروض ان انت عامل حسابك ان العيد جاي وهنجيب لحمه ياما. حوارات كتير انا مش عايزه. اتلم عشان ما يبقاش عيد اسود على دماغي. بصي يا حموكشه، مش عايزين ننكده على بعض. جيب الحاجات اللي انا بقول لك عليها وانا عارفه ان انت معاك فلوس. طلع من تحت البلاطه يا حبيبي. استغفر الله العظيم يا رب. وبعدين عايزه حاجه تاني ولا حلو كده؟ لا طبعا عايزه حاجه تاني. عايزه ايه؟ عايزه كبده وقلب والمخ عشان نعملهم كده على الصبح نفطر بيهم. مخ وكبده ايه يا وليه؟ مش المفروض الناس بتعمل لحمه وفته؟ لا يا ناصح، الفته دي واللحمه على الغدا. معلش يا حبيبي، انا متعوده ان عيد الاضحى الصبح لازم افطر كبده. متعوده؟ هو انت شفت اللحمه غير لما اتجوزتك؟ حموكشه اتلمي يا حبيبي، انا طول عمري متعوده على اللحمه والكبده والفراخ. انا جايه يا حبيبي من بيت عزه، وانت فاكر ان انت واخدني من الشارع؟ خلاص اتفضلي كملي. وعايزين كمان رز وزيت. ليه ان شاء الله؟ عشان الفته يا ناصح. وعايزه قد ايه؟ عايزه 10 كيلو رز واربع ازايز زيت. ها 10 كيلو رز واربع ازايز زيت ليه؟ هتعملي فته للشعب كله؟ لا يا حبيبي، هعمل فته لامك لما تيجي، وهعمل فته لابويا وامي لما يجوا، وهعمل فته لاخواتك لما يجوا، وهعمل فته لينا. الله يا دي النيل عليا. وكمان عايزه توم عشان الفته بتحب التوم، وخل وصلصه، والعيش الناشف اوعى تنسى. مش هنسى يا ستي. اكيد كده خلاص خلصتي القصيده اللي عندك. لا لسه في ايه تاني؟ عايزين فاكهه عشان نقدمها للناس لما يجوا، وكمان عايزين بيبسي على سفن، على شويه حاجات كده ساقعه، على شيبسيات وبسكوتات والحاجات دي، وكمان حلويات. احنا هنقعد ناكل الناس لحمه ليل ونهار يعني. وكمان عايزين شاي وقهوه وسكر. يا سكر انت خليتي فيها سكر ولا زفت؟ ايه كل ده يا وليه اللي انت طالباه ده؟ انا محتاجه اخد كارد كده. بقول لك ايه، انا كده قلت الطلبات وانت حر بقى. بابا بابا. نعم يا يوسف. انا عايز لبس العيد. لا يا حبيبي، ده عيد بتاع لحمه مش بتاع هدوم. يعني ايه يعني؟ وانا هلبس حته لحمه وانا ماشي، ولا هلبس اللبس بتاع الخروف؟ بقول لك ايه، ابعد عن وشي دلوقتي، انا مش ناقص، كفايه طلبات امك. يعني انت هتجيب لي ماما كل اللي هي عايزاه، وانا مش عايز تجيب لي حاجه واحده بس؟ عشان الحاجات اللي طلبتها ماما حاجات مهمه وضروريه، اما انت مش مهم. العيد ده عيد لحمه. شفت، اديك اعترفت اهو انها حاجات مهمه وضروريه. انا بقول له كده بس عشان يسكت. لا والله بابا، انا عايز هدوم العيد، ماليش دعوه. كل انت اللحمه وهات لنا هدوم عيد. ما تجيب له هدوم عيد يا حموكشه. بقول لك ايه، مش عايز اسمع صوتك، احسن لا هجيب له هدوم عيد ولا لحمه ولا اي حاجه، ولا عيد لكم. خلاص يا بابا بلاش هدوم عيد، بس انت هتديني عيديه. مفيش عيديه يا حبيبي، العيد ده عيد لحمه. يو بقى كل حاجه لحمه لحمه، انا ما بحبش اللحمه، انا عايز عيديه وعايز هدوم عيد، انا ماليش دعوه. يلا وانا اروح على اوضتك، انا مش ناقصه ضاع. والله هقول لماما ان انت بتقول عليها ملح. ها ملح؟ ملح ايه يا حموكش؟ انت مسميني ملح ليه؟ هو انا ملحه؟ لا انا مش قصدي حاجه وحشه، الملح ده حاجه حلوه. الملح لو مش موجود في الاكل يبقى ملوش طعم، وانت لو مش موجوده في البيت البيت ملوش طعم. اه بجد؟ الله يا حموكش، ايه الكلام الحلو ده؟ ربنا يخليك ليا يا حبيبي. وعشان خاطر الكلام الحلو ده خليهم 5 كيلو رز بس بدل 10. ها ما تكمل يا بابا، قولي كمان ايه؟ مش في حاجه انت تانيه قلتها عن الملح؟ ولا يلا روح على اوضتك، مش عايز صداع. لا مش ماشي غير لما تكمل او تجيب لي هدوم العيد وتديني عيديه. ما تكمل يا حموكشه، ده انت كلامك حلو قوي. يا ستي ادعي العبيط، سيبك منه. يا ماما انا هقول لك. قول يا حبيبي. قال ايه تاني؟ يوسف يوسف خلاص، هنتكلم انا وانت بعدين بقى. يلا روح. خلاص سوري، انا اسف، الفرصه راحت من ايدك. قولي يا حبيبي. قال ايه؟ وهتجيبي لي هدوم عيد وتديني عيديه؟ ايوه يا حبيبي اللي انت عايزه. هي انت احلى ام في الدنيا. الله يخرب بيتك، هتودي ربنا. بيقول عليك يا ماما ان انت زي الملح، لما بتبقي موجوده في البيت بتعلي الضغط. انا يا حموكشه بعلي لك الضغط؟ لا لا يا حبيبتي والله ده عبيط. طب ايه رايك بقى ان ال5 كيلو اللي نقصوا زادوا 10، بقوا 15 كيلو رز
وكمان اللحمة اللي أنا طلبتها زود عليها 3 كيلو لحمة. تمام يا باشا. وإيه تاني؟ والزيت بدل ما هم 5 10. أظن كده أنا ظبطت لك الضغط 100 100. ماما يا حبيبتي هنجيب الهدوم إمتى؟ ساعتين يا حبيبي كده هو هنزل معاك أجيب لك أحلى هدوم. كده يا تنكا يا حبيبتي تخلي العيل الصغير ده يوقع ما بيننا. أنت اللي بدأت. انا قلت عليك ان انت زي الملح لما بتغيبي من البيت بيبقى ملوش طعم. سيبك من النص التاني خليكي في النص الاولاني. بصي النص الكوبايه المليان يا حبيبتي. وبعدين انا مرضيش اجيب له هدوم عشان اجيب لك انت اللي انت عايزاه. هخليكي كده تنزلي احلى محل كده فيكي يا منطقه تجيبي احلى حاجه عايزاها. بجد يا حموكشه؟ او ربنا. ايوه ده انا لسه قابض بقى وهجيب لك طلبات البيت اللي انت عايزاها واكتر شويه. وكمان هجيب لك هدوم العيد. وكمان يا ستي هخرجك في العيد واوديكي احلى مكان. بجد ربنا يخليك ليا. ولا يا يوسف يلا ولا على اوضتك. مفيش هدوم ولا فيش عيديه، ده عيد لحمه. واسمع كلام بابا. ايه قله الادب دي؟ ايه العيال دي؟ انتوا ما تربيتوش؟ ها؟ معاش ولا تاني اللي يعلم على حموكشه. ماشي يا زبيلي المره دي انت اللي كسبت، بس قابل بقى اللي جاي. ها؟ عذاب يا دنيا عذاب، مش لاقي فيك احباب. خليكي فاكره يا ماما ان انت مالكيش غير ابنك، الرجاله مالهمش امان. ايوه والله صح يا ابني. راجعي نفسك كده واعرفي ان الابن هو اللي باقي، اما الراجل ممكن اي واحده معديه تخطفه. ايوه صح والله عندك حق يا ولا يا يوسف. خلاص يا حبيبي هجيب لك اللي انت عايزه ما تزعلش. بقول لك ايه يا حموكشه، جيب لي الولا يا حبيبي لبس العيد واديله عاديه. هو ماله مال اللحمه؟ هو ده عيل صغير، ايش فهيبه في الحاجات دي؟ الله. يلا يا زميله عشان نلحق المحلات. حاضر جاي وراك يا باشا. شاطر يا حموكشة ربنا يخليك. واوعى اي واحدة معدية تخطفك، انت فاهم؟ ده انا بص بهدلك. حاضر هتخطفني تعمل بيا ايه؟ معرفش يا حبيبي، هما الستات كده بيسيبوا كل الرجالة ويروحوا للرجالة المتجوزين. معرفش ليه يا اخويا، على اساس محطوط عليكوا سكر؟ تمام يا ستي مش هبص لحد ولا اخلي حد يبصلي. تمام كده سلام. هي البت كارما فين؟ مش باينة من الصبح يعني. بنت يا كارما، انت يا بنت، انت يا بنت ما تردي يا بنت يا زفتة. نعم يا ماما. ساعة يا بنت عشان تردي عليا. يا ماما مش فاضية. وبتعملي ايه يا اختي يا شملولة؟ بجهز للعيد يا ماما، انت عارفة ان في حاجات بتتعمل قبل العيد لازم نعملها. ايه ده وعملتيها لوحدك من غير ما اقولك؟ ما شاء الله ولا كبرتي يا بنت يا كارما. ايوه طبعا يا ماما، كل واحد لازم يعرف اللي عليه ويعمله. شاطرة يا حبيبتي. ووصلت لحد فين كده؟ انا خلصت شعري يا ماما، ولسه بقى اروح اعمل شويه ماسكات كده وشويه حاجات تانية. ها؟ هي دي الحاجات المهمه اللي لازم نعملها قبل العيد؟ ايوه طبعا يا ماما. يا لهوي عليا، يا خبتي في عيالي كلهم. وانا اللي قلت ان انت يا بنت بتروقي يا بنت، ولا بتغسلي سجاد ولا ستاير؟ الله يخرب بيتك. لا يا ماما ايه ده، وافرت اتكسر. داكي كسر رقبتك يا بعيده. روحي يا بنت شوفي شغل البيت يا بنت، شيلي السجاده واغسليها عشان تلحق تنشف. الله يخرب بيتك. سجاده ايه يا ماما اللي اغسلها؟ امال الباكرين عملوها ليه؟ يا خايبه يا بنت الخايبه، مش عارفه تغسلي سجاده؟ امال هتتجوزي ازاي وانت مش فرحه بس غير في شعرك والماسكات؟ امشي يا بنت شيلي السجاد البيت كله واغسليه. اشمعنى انا اللي اعمله يعني؟ يعني الولاد يروحوا يشوفوا اللي هم عايزينه ويلعبوا ويلبسوا ويجيبوا هدوم، والبنات هي اللي تتبهدل في العيد؟ انا مش هعمل حاجه. يا نهارك اسود يا بت، انت عايزه اخواتك الولاد هما اللي يروقوا، والعيل الصغير ده عايزاه يروق؟ الله يخرب بيتك. روحي يا بنت من وشي يا بنت احسن ما اديكي بالشبشب. اشمعنى يعني البنات هما المظلومين بس؟ انا في حاجات كتير عايزه اعملها، انا صحتي هتضيع كده في البيت ده. ها؟ صحتك؟ خايفه على صحتك يا شملوله؟ وانا صحتي اللي راحت عليكوا دي، ولسه كمان بعد ما انت كبرتي عايزاني اقوم اغسل واسيق؟ ده تكنيله. طب خلاص تعالي ساعديني. ولا اي حاجه هعملها معاكي عشان تتربي قليله الادب وتشوفي شغل البيت كله. امال عايزه تتجوزي ازاي؟ عايزه تفضحينا يا بنت ولا ايه؟ اوف بقى يا ربي، شعري كده هيبوظ وضوافري. شعرك يبوظ وضوافرك؟ نهار اسود، البنت عليت الضغط؟ البنات دي، البنات اللي مش فرحه غير في الشعر والمكياج والضوافر والموبايل. يا نهار اسود عليا. بصي يا حبيبتي قدامك دقيقه بس وتخفي من وشي وتروحي تعملي كل اللي قلتلك عليه، لا اما بالشبشب. بص يا ماما عشان ما فيش حد فينا يزعل، احنا نجيب واحده تساعدنا في شغل البيت. يا لهوي، عايزه ابوكي يتجوز عليا؟ ايه ده يا ماما انت بتضربيني ليه؟ مش عايزه ابوكي يا اختي يتجوز عليا، بتقولي عايزه واحده تانيه تساعدنا؟ يا ماما مش قصدي واحده يتجوزها،
تانية فالحة لو جبنا واحدة تشتغل هنا وتساعدنا في شغل البيت أبوك هيبصبص لها ويتجوزها ويكرشنا كلنا. والله ممكن، عشان تفتكري العلقة دي كويس قبل ما تقولي أي حاجة. قومي يا حبيبتي اعملي بقى شغل البيت وانتي متكسرة كده، وقومي قومي شغلي المدعوقة المكوة دي عشان اروح اكوي شعري، وهاتيلي كمان الماسكات اللي انتي بتقولي عليها والميك اب ده اهو، خليني اعمل شوية ماسكات كده اهو وانور احسن ما ابوكي يبص برا ده تكونيلة. انتي كمان عايزة تاخدي الماسكات؟ ايوه يا اختي انا اللي اعمل الماسكات عشان انا واحده متجوزه، انما انت تحطي ماسكات ليه؟ عايزه تبيض لمين يا بت؟ يلا قدامي. اوف